فين امشي؟ امشي معايا؟ لا ولكن فين قول لي باش ندير لك هادشي. بغيت غير باش نركب رجع فحالي لدارنا، الله يسهل امرك. هذا الله انا تما عادي تعاون معايا انا فحال خشك. فين هو الخو سميتو راجلك ولا شكون؟ وراجلي راه حطني قال لي انا جايبني عند العائله ديالو. يلا كيتزوجنا انت الحنة باقي عندي. المغرب الحمد لله فيه الخير. مشاهدي الموقع بلادنا 24 مرحبا بكم اليوم في تجربة اجتماعية جديدة. اليوم نزلنا للشارع وشفنا ناس وقلنا لهم على اساس انهم بغيناهم يعاونونا. انا كنت مع الزوج ديالي مشى وخلاني في محطه طرقيه ولاد زياني مدينه الدار البيضاء، ودابا غادي نشوفوا رده افعال ديال الناس. خليكم معنا ما تنشوفين. خويا انا ماشي بنت هنايا، بنت قنيطره. وجيت مع الراجل ديالي هنايا وحطني قال لي مشي ندير على الروشارج ومشى وخلاني. واش غندير لك هادشي؟ بغيت غير باش نركب رجع فحالي لدارنا، الله يسهل امرك. باش هذا الله انا تما عادي تعاون معايا انا فحال خشك. فين هو الخو سميتو راجلك ولا شكون؟ وراجلي راه حطني قال لي انا زعما جايبني عند العائله ديالو. يلا كيتزوجنا انت الحنه باقي عندي في يدي. شحال ما عندك دابا انت والو ولا؟ ما عندي والو، بغيت غنقطع نمشي فحالي، ما بقيتش باغا حتى حاجه، ما عندي ما ندير بهاد الدار البيضاء هادي كاع ولا الدار الكحله. الله يرحم لك الوالدين، الله يسهل الامر. ماشي في غرض باش ماشي مشكل شحال ما عطيتيني. الله يرحم لك الوالدين اخويا. اجي اجي معايا اجي معايا اجي. كتبان لك واحد الكاميرا اللي هي هي فين راهي في الطوموبيل الكحله. جيت لعندك القرب ديال المحطه الطرقيه ديال ولاد زيان وقلت لك باللي انا الراجل ديالي حطني هنايا في المحطه ومشى، وانا ماشي بنت هنا بنت قنيطره. تعاطفتي معايا وجبتي لي مبلغ ديال 40 درهم. عادي انسانيه وصافي فهمتي. في الاول بحال حسيتي بشي حاجه قلتي لي ما نقدرش نعاون. فهمت مع قلتي لي الراجل ديالي خلاني وهادي وكنشوف انا حلنا باللي قديم وكتقول لي راه البارح ولا ما عرفت كيفاش فهمتي. هاد لي ديطاي هادو رديت ليهم البال فهمتي. كيوقعوا مشاكل بحال هكا وما بغيتش نوقع انا في مشكل. حتى في الاخر قلتي لي بغيت نمشي نسافر عطيتك الامانه باش شي. عطيتني 40 درهم. اه. واش باقي في نظرك الخير في البلاد؟ واه على حسب كل وعقليته. ما يمكنش تحكم على كل شيء. ما بقاتش مساله ديال الثقه، كاين اللي ما كيثقش كيقول لك بغيت ندير الخير ولكن ما ثقتش، يقدر يكون هادشي كامل غير بالعاني. ما تبغي دير الخير ديرو في والديك هما اللوني وديرو في راسك. هادي هي اول حاجه بعدا وصافي. الحاجات اللي كيجيو من بعد كيكونوا بحال قلتي ثانويين وصافي. كاينين شي ناس اخرين كيديروا هادشي اكسبري بالعاني، ماشي كيكون هادشي حقيقي 100%، كيبغيو غير باش ياخذوا الفلوس من عند الناس. يقدر يقدر وكنت كتمشي على حسب نيتك كديش فيه هو فهمتي. كتمشي على حسب النيه ديالك. شي كلمه للمغاربه كيشاهدوك؟ وا اش غنقول؟ ما عرفتش الله ما عرفتش. المهم عواشر مبروكه وشكرا لكم. شي اللي نقدر نقول. مرحبا المبلغ ديالك. شكرا بزاف. شكرا. ما عنديش فين نبات راه الصباح وانا كندور ما شفتينيش. اش قبيله واخفه لهم وهضرت وقفت دو مع داك الولد قال لي كون كانت المدام عندي في الدار كنت ديتك. تاكين ولاد الحرام. ايوا ها انا كتشوف حالك. فين امشي؟ اجي امشي معايا؟ لا ولكن فين قول لي باش الدار عندي. شكون اللي عندك في الدار؟ عندي المدام سامي. لا بغيت كتعاوني؟ اه بما لقيت شي حل، بما لقيت واحد العائله عندي هنايا في كازا. أجل. قلب على المرتوم ولا شي حاجه. ولكن واش تعاوني؟ واجي معايا انا غنديك عند البوليس غيتعاملوا معاه. بوليس؟ لا 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 واجي بحال لا 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 البوليس لا كنخاف انا من البوليس. ما تخافيش على حسابي والله ما تخافي على حسابي. واش غتعاوني الا كنتي زعما تشوف فيا ورمضان هذا والعواشر؟ بغيتي مزوجه؟ ايه راجلي هذا يلا تزوجنا. انت من البليده ديالك؟ انا ماشي هنايا ماشي من كازا، انا من القنيطره من الغرب. سيري القنيطره لداركم. راه ما عندي باش دابا، داك الشيء اللي كان عندي هو اللي قطعنا انا ويا بيلكا. قال لي تسنيني هنايا جيت كنقلب عليه ما لقيتش. هو ولد عمام هو؟ لا هذا الرجال كيدير دري زوان اختي لما السالي الله يرادي. اه السلام عليكم. مسكينه قاصحه مع راجلها ما بيجري عليها راجلها بغات شي قنيطره. واخا اختي نشوفوا الفازك ديال الروينه ولا شي قنيطره. اه مشي لدارنا انا كاع مابقيت باغا لا هنا لا لا.
اصبر غنتسربسو معاه فهم ما تكابتي شويه غادي نصيب دار الله يدير لكم بغيت غنعرف رجعتي لي اختي تصالحتي معاه راه كيفاش وفينا هو راه حطني هنا وزاد يلاه سمع راه قال لي تسنيني هنا تسنيني هنايا نمشي ندير عرا تعبئه في التليفون خاصني كاع حتى هذا راه فيها مجوج انا فيه وما مخاصمينش حنايا راه جايبني زعما عند عائلته حنا كصحفيين جينا اليوم درنا التجربه الاجتماعيه مرحبا بك اختي مرحبا طرق يا ولاد زيان مرحبا بك اختي كبرت بيك انا بغيت نتعاون معك حيت انا كره ما بيضاء وما ندوزوش بعضياتنا وحنا عندنا وليداتنا وكذا قلت لك مرحبا بك طلبوا لك الكار نخلصوا لك ماشي مشكل ما كاينش مشكل ومرحبا بك اي لحظه كنتي غديني مع العائله ديالي العائله ديالي عند الاسره ديالي عندي وليدات ونديك عند وليداتي ومرحبا بك والله ما كاين المشكل قال عندي بنيان انا بغيتك ترجع عند راجلك هذا هو المشكل حنا اجي معايا اجي انت كتدور عندي هكا هنا كتقول لي نقطع لك في اقرب كار غادي القناطر اييه اه نصيفطك ملي شفتيني كيفاش حسيتي ما بغيتكش تخاصمي مع راجلك ما كنحمش كي تخاصم مراته مع راجلك والله كاع مجوجين ما كنحمش تخاصم اختي الصراحه انا اش كنقول لك لما واش غادي يرجع لراجلك باقي الخير باقي الخير اللهم لك الحمد الله يبارك فيك اختي الله يبارك باقي الخير لا انا يا اختي انا ماشي مشكل الله ودي ماشي مشكل مرحبا بك والله يدخلوا عنا الفراج والله يتوب عنا والله يحيد عندنا الوباء والخضيره ترجع كما كانت والله يدير شي تساوي ديال الخير بنتي خويا انا ماشي بنت هنايا بنت قنيطره وجا الراجل حطني هنايا وزاد ما كاين المشكل باش باش نفطر ولا فين نفطر ولا شي بلاصه ولا نرجع بحالي كاع القنيطره واش جاش خافياش عليا واش جاش ما جيتيش في الفطار هنايا لا خويا انا اول عام انا اول مره غنجي انا الدار الكحله قولوا لي فين غاديين فين غادي هنا راه تنسافروا شي راه عندي بنيه كلشي كتخاف لا واش زعما غادي تصيفطوني في حالي ساعد معاك انا واش غادي تصيفطوني قنيطره اه واش تصيفطوني ولا تعطيوني شي بلاصه نفطر فيها بغا نفطر اجي باقي ما ادن ماشي دابا ماشي مشكل هذا انا مالك مالك اختي في وقفك هنا وغنتعامل باش شنو هو المشكل عندك في المشكل هو ان راجلي حطني وزاد ما عرفتش واش دابا فين مشى نصبح ولا كنتسنى فيه باش باش غنساعدك انا بنتي انا مكانش شي بلايصه نمشي نفطر فيها ولا غير نرجع في حالتي كاع القنيطره ولا ماشي مشكل نوقف مع بنتي وصيفط القنيطره عادي جدا بحال هاد سميتو بحال هاد الحالات راه ماشي كاين ناس كاع تيجيو غادي دي لونتر راجل تنتوقفوا معاهم سبيل الله حتى الا ما استطعناش ما كنشوفوا اصدقاء ديالنا وكنجمعوا لهم وكنصيفطوهم والا شط شي حاجه كنعطيوها لهم ونوصيو عليهم اللي في الكار بارك الله فيك الشريف دابا غتعاونني مرحبا بك هي نعاونك بنتي بكل فرح باش باش تمشي القنيطره في حالي ولا تمشي القنيطره بغيتي باش تفطري ماشي مشكل بارك الله فيك الشريف مرحبا مرحبا بغيتي تمشي القنيطره بنتي اه بغيت نمشي القنيطره انا دابا نيت اعطيني الفلوس نمشي القنيطره مرحبا الله يجازيك بخير قدك بنتي هادي الله يرحم لك الوالدين الله يسهل عليك شكرا بزاف اجي الشريف موقع بلادنا 24 كيدير واحد التجربه اجتماعيه من امام المحطه الطرقيه ولاد زيان جينا لعندك وما رديتيناش ماشي مشكله بنتي هذا راه من شي ايام المغاربه المغاربه معروفين بكرم معروفين باستقبال الناس والضيوف هذه مساله عاديه جدا بالاخص الانسان اللي تيكون عنده حتى هو عنده بناته عنده خواتاته تو هو كيتعامل بحال هكا ربما واحد النهار شي وحده بناته ولا خوتها توقع لها لو ميم كا تاهي تلقى شي انسان اللي يتعامل معاك تعاملت معاك انا بنتي عادي جدا هادي المساله هادي عاديه في نظرك واش باقي الخير في البلاد؟ المغرب الحمد لله فيه الخير الحمد لله الناس المغاربه المغاربه الاحرار كاينين وكاينين شي دخلاء على المغرب راه هما اللي وصلوا المغرب لهذ الحاله هادي اللي مصوا الدم ديال البشريه عندك قلت لك بغيت نفطر ولا عطيني فلوس ولا قطع ليا نمشي لقنيطره في حال عادي جدا انا بنتي فهمتيني عاديه جدا باش درتي مبلغ ديال 50 درهم وعطيتيه لي اييه بحال عطيتها لبنتي بحال عطيتها لبنتي عادي جدا العفو بنتي العفو بارك الله فيك العفو شنو تبغي تقول للمغاربه بمناسبه رمضان الكريم كنبارك لكم رمضان كريم دخل عليكم بالصحه والعافيه وبزيد الرزق ان شاء الله والله يهدينا على بعضياتنا حنا راه مغاربه الحمد لله فهمتيني كيبقى فينا انسان اللي ما عندوش والانسان اللي طاح في هذه بحال هذه المواقف نتعاملوا معاه
وكنتمنى لكم شهر مبارك سعيد، وانتم الله يوفقكم في العمل ديالكم ابنتي.